السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي، مرحبا بكم من جديد في قصر الفخامة، ولكم مني كما العادة كل الاحترام والتقدير. مرحبا بكم لأول مرة غيشوف الفيديو. المحل متواجد في الدار البيضاء عن شوق شارع عمدالة، انفاس مع سوق ياسمينة. التوصيل خارج كازا 40 درهم، داخل كازا 20 درهم. ومرحبا بالجميع اخواني، عطور رائعة كما العادة، أصلية بأثمنة جد مناسبة، ودائما متعه في قصر الفخامه ودائما الابداع. ومرحبا اخواني، غادي نبداو بالعطور الرائعه. ما نشيش لكم حتى ليستيك، بالنسبه لليستيك راه اولد سبايس ولا ايسونسيال، المهم راه اولد سبايس ما كاينش فيهم دابا حاليا الامريكان، كاينين غير ديال الاسبان، يعني بحال قلتي غير الدوزيام ديال اولد سبايس. داكشي علاش ما بقيتش جوم اولد سبايس، زوينين البيرفورمانس ديالها حتى هي، ولكن ما بقاوش. اللي كاينين حاليا راه غير الكوبيات ديالهم ديال الاسبان. بالنسبه لهادو حاولت نوفر لكم الستيك زوينين، اثمنه مناسبه، وفي نفس الوقت اوريجينال. بحال اللي عنده شي بارفان من هادو راه يدير معها الستيك ديالها. بحال في المثال غادي نمشيو لهيغو بوس ديسنت، هيغو بوس ديسنت 75 ميل، 75 ميل بثمن جد مناسب. حتى لاكوست وايت عندنا 75 ميل تقريبا، هادو كامل كاينه لاكوست وايت بوس ديسنت. عندنا كالفين كلين وان، ديودورون، عندنا هيغو بوس مان، فيشي حتى هي ما نسيتهاش، فيشي الثمن ديالها 110 درهم. فيشي كاليتي ديالهم زوينه، اللي كيعرف فيشي راه كيعرف. انا فاش ما كيبقاوش شي حاجه ما كنلقاش بحال اول سبايس ولا شي حاجه اللي كنكون كندير بزاف ولا بحال هادو، راه كنستعمل فيشي. لاكوس هوم انتنس حتى هي، وعندنا بوس بوتلد، كاينين هاد الانواع حاليا باثمنه جد مناسبه. الثمن قصر الفخامه 180 درهم، 180 درهم ليستيك اوريجينال، ثمن جد مناسب 180 درهم. وكما كتعرفوا راه هاد العروض هادو ما غيبقاوش، هاد العروض هادو راه ما غيبقاوش، هاد راه غير سلعه فيها ثمن زوين. نورمالمون راه هاد ليستيك راه الثمن ديالهم معروف، نورمالمون اللي كياخد هاد ليستيك راه الثمن ديالهم راه معروف. بالنسبه لفيشي 110 درهم. وغادي ننتقلوا للعطور، ما بغيتش نطول الفيديو، غندير فيديو خفيف حيت هاد الايام هادي كما قلت لكم اللهم لك الحمد كاين واحد الضغط، ما كيبقاش الوقت حتى فين نصور. راه بحال العطور، راه كاين عطور ديال لاطافا، فراغرونس وورك، الهامبرا، ولكن الله المستعان جي بارلي سامر تقريبا راه كاينين كاملين. المهم راه ان شاء الله كل مره ونديرو فيديو يكون رائع باش ناخذوا ليه الوقت ديالو. لانويد لوم اف سالون، لانويد لوم بارفان المحبين، الخط الرائع ديال لافاندر مع الفاني، ولمسة من الحمضيات الرائعة لانويد لوم. معروف يعني عطر لو بارفان معروف. انا ما بغيش نبقى نتكلم بزاف اخواني، غنحاول نزرب. بالنسبة للثمن حاليا 900 درهم، ثمن 900 درهم. المنطالات روز ميسك وبلاك عود، روعة البلاك عود في هذه الاجواء الرائعة، غير يبرد الحال واستمتع عليا بالقنبولة ديال الغوز مع العود. الثمن ديال المونطال 900 درهم، غوز ميسك ومونطال بلاك وود. وبالنسبه للعطور كما كتعرفوا، للتنبيه راه الكوبي راه كاين بزاف، هادشي كنقولوا انا. ردوا البال. اولا اللي ما كيفهمش في هاد العطور هادو راه صعيب، كتبقى المساله ديال البائع. كاين الحمد لله في المغرب بزاف ديال الاخوه كيبيعوا العطور، لهذا بحال دابا هاد السلام عليكم كاين بحال هاد العطور هادو. اسمح لي انا معك، كاين بحال هاد العطور هادو راه فيهم بزاف ديال الكوبي، لهذا بحال السي. المهم كلهم وكتبقى المساله ديال الثقه ديال البائع. سمحوا لي غير جا عندي واحد السيد، هادشي علاش سبحان الله راه كما قلت لكم خاصني نزرب. المهم ردوا البال، الكوبي كاين بزاف، بالاخص دابا في الاليكسير جون بول غوتشي، الاليكسير لوبول انتنس، كاين عطور صراحه متقونه، كوبي متقون. شي حتى اللي بغى يبيع يقول لك راه غير هاي كوبي، راه ماشي مشكل، راه ما غشكش حيت راه دايرين الثمن. بالمناسبه راه ماشي تسحب كوبي ديال، لا راه كوبي راه كيوصل،
راه جمله 400 450 درهم ديال النيش وديال راكين كوبي، كاين النيش اللي كيوصل 700 درهم 800 جمله باش نكونوا متفقين. راه كوبي مخدوم بحال الكوبي اللي تخدم ديال الخمره، خمره راه ماشي خمره، راه تقريبا الكوبي ديالها راه واصل ل 170 180 درهم، راه ما بقى ليه والو بالجمله على العطر الاوريجينال. هادو ناس كيخدموا الكوبي باتقان. المهم كما قلت لكم الثقه ما بين البائع والشاري، بغيت ندوي بزاف، ولكن كما قلت لكم بالنسبه لسي العطر الرائع ايضا الثمن حاليا سي الاودو بارفا 100 ميل، ثمن جد مناسب قتل الفخامه. ياك ما نسيت شي حاجه، لا نويد لون قلنا 8900 مونطالات 900 درهم. بالنسبه لسي الثمن فيها جد مناسب، لا هي لا اختها سي باسيون اللي كيبغي الخد ديال سي باسيون الاودو بارفا حتى هي 100 ميل باثمنه رائعه، سي باسيون 1000 درهم وسي باس سي الاودو بارفا 1000 درهم وسي باسيوني 950 درهم. لي بغي الاودو بارفا كدوز لكم الاودو بارفا انتنس، حاليا الاودو بارفا محبوبه النساء الرائعه ايضا اللي المهم كلشي كيعرف لي بغي ما غاديش. الثمن ديالها حاليا 990 درهم. توم فورد اومبري ليدر، اومبري ليدر راه ثمن جد مناسب للمحبين العطور الرجاليه الفخمه اللي ما يمكنش، هذا الشيء اللي غادي نقول اللي ما يمكنش. اومبري ليدر عندها عشاق وجمهور كبير، اومبري ليدر ثمن جد مناسب حاليا في قصر الفخامه. اومبري ليدر 1490 درهم، 1490 درهم ثمن جد مناسب. غادي نمشيو لارماني كود، ارماني كود الاودو بارفا 75 ميل، هذه تلاحت في 2024، في 2024 اللي كيفضل او اللي عزيز عليه الخط اللي ما بقاش اللي تقطعات ارماني كود بروفومو، فهنا رجعوا قربوك الارماني كود بروفومو في هذا الاودو بارفا، رجعوا قربوك التونكا واللمسه الجلديه الارماني كود بروفومو، والثمن ديالها حاليا في قصر الفخامه جد مناسب 890 درهم، 890 درهم. والرائعه ايضا الاليكسير 60 ميل ثمن جد مناسب سوفاج 1250 درهم. ارماني كود بارفا بثمن جد مناسب حتى هي حاليا في قصر الفخامه 1050 درهم، 1050 درهم راه ثمن جد مناسب اللي كيعرف ارماني كود بارفا. بالنسبه لشوبارد بلاك اسنس ملكي ثمن جد مناسب حتى هي في قصر الفخامه، وحتى عود ملكي المحبين البخور مع لمسه ديال الجلد، وهنايا العود الملكي باش نركزوا على العود الملكي، راه نوطه الطباكو فيه، اللي كيعرف عود ملكي راه فيه نوطه الطباكو رائعه جدا. ولو انه هو مسمي عود ملكي شوبارد، ولكن راه نوطه على خط بين هاليكنز مستر سام وهذوك العطور اللي كتكون فيهم طباكو. الثمن جد مناسب. دابا حيت كنبغي ندوي لا شوني كنسها، حيت كنبغي نبقى ندوي، ولكن الناس كيتسناو فيا برا وخاصني نزرب. بالنسبه لانويد لوم الاودو بارفا حتى هي هنا لمسه رائعه من الجلد مع التونكا، ولمسه ايضا حمضيه. الثمن جد مناسب قصر الفخامه لانويد لوم 900 درهم حتى هي بحال الاخت ديالها. وغادي نمشيو ليتشيستر. بالنسبه لشوبارد نسيت ما قلتش الثمن ديالهم، شوبارد حاليا 750 درهم ثمن جد مناسب قصر الفخامه، شوبارد 750 درهم. ليتشيستور كاين سكيرلا عود ايسونسييل ثمن جد مناسب حاليا 1100 درهم. انا كنحاول ندير اثمنه راه جد مناسبه، وكما كما عودتكم في اي عطور اللي غاليه غاليه واللي بثمن زوين بثمن زوين. والرائع ميسك نيبولا ايضا تشيستور اوريجينال 1100 درهم، باش كتعرفوا هنا تشيستور اوريجينال راه ما كيكونش ناقص كما كنذكر لكم دائما على العطور الاخرى. وعندنا غيرلا لو ميديال حتى هي اكستريم من العطور الرائعه، اللوز مع لمسه من الطباكو الرائع، عطر فخم جدا الاكستريم حاليا ثمن جد مناسب 900 درهم حتى هو في قصر الفخامه. تشيستور كما قلت لكم تشيستور اوريجينال، وهاد العطور هادو كما قلت لكم دابا تقريبا سالينا
هاد الدفعه ان شاء الله راه من هنا لقدام كما قلت لكم غادي نحاولوا نوفر لكم عطور رائعه بثمن كما العاده جد مناسب، ونحاولوا نتقيوا العطور بحال هاد المجموعه، يعني النخبه ديال العطور اللي كتكون قليله شويه، وحتى النيش راه غادي يكونوا ان شاء الله. اخواني واخواتي مرحبا بكم دائما في قصر الفخامه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا معنا، ما تنساوش لي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.